بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الله الشادي. هذه أول مدونة لي بالدارجة المغربية وسميتها ليكسبير كونطابل، واللي غادي نشوفوا فيها سبعة ديال الموديلات اللي تتهم لا كونطابيليتي، الفيسكاليتي والفينونس. أول موديل اللي هو لونفيرونمون جيريديك دو لونتوبريز، اللي غادي نشوفوا فيه لو دووا كوميرسيال اي دي زافير، دووا بينال دي زافير، اي لو دووا فيسكال دو لونتوبريز. ثاني موديل اللي هو لي تكنيك كونطابل، وغادي نشوفوا فيه لا كونطابيليتي اناليتيك، لا كونطابيليتي دي سوسيتي، اي لا كونطابيليتي جينيرال. ثالث موديل اللي هو لي تكنيك فيسكال، وغادي نشوفوا فيه لا فيسكاليتي دو لونتربريز، لو دووا دونغوجيسترومون، لا فيسكاليتي دي كوليكتيفيتي لوكال، اي لا فيسكاليتي انترناسيونال. الموديل الرابع اللي هو لا ريستركتوراسيون دي سوسيتي، غادي نشوفوا فيه لي نورم كونطابل انترناسيونال، لا كونسوليداسيون دي كونت اي لا فيزيون دي سوسيتي. الموديل الخامس اللي هو لوبتيميزاسيون اي جيستيون فيسكال، غادي نشوفوا فيه لا جيستيون فيسكال اي لي ديفيكولتي فيسكال. الموديل السادس اللي هو لا جيستيون فينانسيير دو لونتربريز، غادي نشوفوا فيه لاناليز دي زيتا فينانسيير، لو شوا دانفيستيسمون اي دو فينانسمون، لا جيستيون دو تريزوري اي لانجينيوري في فينونسيير. الموديل السابع والاخير اللي هو لوديت اي كونترول، غادي نشوفوا فيه لا كونترول، لو كونترول دو جيستيون ابروفوندي، لوديت كونطابل اي فينونسي، اي لوديت فيسكال. وفي الاخير نتمنى نكون عند حسن الظن، وانتظر تفاعلات ديالكم واسئلتكم واستفسارات ديالكم.